السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كنتمنى لكم ان شاء الله بدايه طيبه في هذه العواشر هذو ان شاء الله. وكنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديو اللي فات اللي كان فيه مهرجان ديال البزاطم وديال لي شال. واليوم بناء على الطلب ديال بزاف ديال السيدات اللي عجبهم البرينسيپ ديال لا فيديو، درنا لهم مهرجان. واش من مهرجان؟ بمناسبه هذه العواشر هذو غادي يستافدوا المتتبعات من مهرجان في الشال ديال الخيط يلاه جا حصريا. موديلات يلاه جاو، يلاه دخلوا المحل شي اسيه وفيهم بياسات قلال. اللوينات كيف ما كتشوفوا معايا اختلاف في الالوان ولي مارك كلشي كاين. اليوم غتبرعوا تبرعوا تبرعوا في الشال ديال الخيط ان شاء الله في محل شي اسيه. غادي تبرعوا وتلبسوا لي مارك اللي عجبها البنات، شي موديل من هادو اللي غنبارطاجيو معكم دابا. تبارطاجي معنا في اسرع وقت ممكن باش تستافد ان شاء الله الموديلات، حيت الموديلات دغيا كيساليو. معايا هنا اختي فاطمه زهره مشكوره، ان شاء الله غنصوروا انا وياها ان شاء الله. انا وياها قدنا لكم هاد المهرجان هذا ديال لي شال، وغادي نختاروا غنختاروا جوج ديال لي شال في كل صف كيف ما كتشوفوا معايا باش نحلوه لكم وتشوفوا التفاصيل ديالو. سينو البنات كلهم دي شال ديال الخيط، كلهم كاليتي واعره، وديال لي ماركو فيهم جوج ديال لي فاس كاملين، اللوينات ديالهم غايه في الاناقه. وان شاء الله غادي نجبدوهم لكم واحد بواحد ونبداو باول صف. شكون اللي غيبدا؟ نختار اول لوين. انا الصراحه البنات غنختار لكم اللوين اللي غنختار هو هذا اللي في الماغون. علاش؟ حيت انا دابا لابسه بحالو، اللوين ديالي لابسه بحالو دابا. غنجبدو ونبارطاجيه معكم. ودابا البنات لا سيربريز، وغنجبدو لكم الموديل الاول اللي اختاريت. وشوفوا معايا قولي رايكم في الاختيار ديال الذوق ديالي. انا صراحه لابسه دابا وكاين دابا شويه الصهد، كنحس به مبرد 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 عليا، ما مزموط ما والو، يعني ما كيعرق ما والو، وكاليتي واعره، وجوج ديال لي فاس وفن وكيبان هما. وهذا الديزاين هذا فيه كيبان شي حاجه راقيه وانيق. في المحلات الاخرى البنات راه كيدير اكثر، ولكن في محل شي اسيه 99 درهم فقط. وندوزو دابا الموديل الثاني. ودابا البنات حنا باقيين في نفس الصف. دابا اختي فاطمه الزهره النوبه ديالها غتختار اللوين الثاني. هذا نحلو البنات ونوريكم الموديل. حنا البنات عمرنا المحل كله بلي شال، كنقزو كنجبدو لي شال اللي اختارينا. وهذا هو اللوين الثاني، عجبني فيه هاد لابغيونس اللي كاينه فيه غزاله. تبارك الله على الذوق ديالك اختي فاطمه الزهره. جوج ديال لي فاس هنايا بالروز نيود وبالها الكري، صراحه فني ون وزوين، كيبان شي حاجه هماويه. 99 درهم فقط البنات، موديلات غايه في الاناقه. شوفوا معايا الموديل واعر 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 وكيبان طايح. 99 درهم فقط البنات، ومتواصلين في الموديلات باش نختاروا دابا في الصف الثاني. وخلونا رايكم في التعليق البنات، واللي عجبها شي موديل راه غدير لنا غير سكرين شوت ديالو ونجبدوه ليها ونصوروه ليها ان شاء الله. نخليكم النمره اسفل الشاشه. ومازال متواصلين، دابا ندوزو لهذا الصف هذا الثاني. انا الصراحه اللون اللي اثير الانتباه ديالي في هذا الصف كله هو البيض. ناخذ البيض ناخذ البيض ونشوف ونحلوه نشوفوا كيفاش داير. فوالا حنا نجبدوا البيض دابا نشوفوا كيفاش داير. واو البنات هادشي اللي كنقول لكم راه حصري، ويلاه دخل المحل. والله البنات الا يلاه ميكا يلاه تحلات اغيفاج يلاه دخل. وتبارك الله على ليميتاسيون كيفاش دايره، ايميتاسيون غزاله الاولى تبارك الله. يبعثي التوب ديالو شحال رطيطب، ميمكنش رطب رطب رطب. تبارك الله واعر 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 واعر، واحد الملمس فيه خطير. 99 درهم البنات، يلاه يلاه سارعوا سارعوا باش تستافدوا ان شاء الله موديل هاد السيمانه. هادي مهرجان ديال لي شال، مرحبا والف مرحبا مرحبا، ان شاء الله تستاهلوا الف خير. وندوز الموديل الثاني. وشنو شنو دابا النوب ديال اختي فاطمه الزهره؟ اخبارك؟ حتى انا شالي بالي حيت كيبان اتيغون داك واحد الموف، انا زعما جاني الفضول بغيت نعرف داك الموف كيفاش داير. حنا راه غاديين وكنخويو كنخويو الارض. شوفوا البنات واو واعر 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 واعر، يا سلام يا سلام. عرفتي واحد الدرجه من اللون، واحد الرطوبيه في الشال. تمنيتكم يا البنات تكونوا معايا وتقيسوا تقيسوا تقيسوا. عرفتي كي كيبان واو، كيبان شي حاجه هماويه هماويه. وزعما السيدات اللي ما كيديروش مثلا ما كيديروش الدره يديروا على كتافهم. عرفتي كي كيبان كيبان واعر 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 تبارك الله. 99 درهم فقط لا بغيونس، عاطي عاطي عاطي. 99 درهم فقط. ودابا البنات غندوزوا للصف الثالث. دابا البنات غادي ندوزو لهاد الصف هذا الثالث. انا الصراحه اللوين اللي عجبني هو هذاك الاخر. هذاك هو اللي عجبني صراحه، كيبان لي فيه داك اللوغو زوين. نحلو نشوفو كيفاش داير. ودابا البنات غنحلوه، جبناه من لهيه
نحلو الموديل باش تشوفوا كيفاش داير. صراحه انا عجبني كيبان زوين، نشوفوا التفاصيل ديالو. واو داك اللوغو صراحه اللوغو ديال غوتشي كي كيبان فيه تبارك الله. وكان جوج ديال لي فاس فوالا كري، جوج ديال لي فاس كيبان حتى هنايا كيبان، لان ما بغاتش اللوغو كيبان هنا ما باينش. والتيسيو ديال واعر طيطب غزال، شي حاجه فنه وهمويه ديال لي مارك. وثمن دائما في محل شي اسيا سول 99 درهم فقط. وندوزو لثاني موديل في هذا الصف. ودابا اختي فاطمه الزهراء غتختار في هاد الربعه هادو الماغون هاد اللوين هذا، نحلوه ونشوفو الموديل كيفاش داير. فوالا شوفوا معايا البنات، حنا كنختاروا لكم اللوينات هادشي على ذوقنا، على ذوقكم. عجبكم شي لوين اخر البنات تواصلوا معنا نصوروه لكم. هذا واعر، هذا واعر صراحة صراحة صراحة، أقل ما يقال عليه أنه واعر. شوفوا لافاست خرا كيفاش دايرة، كان عندنا بحالو هذا وكان عليه ضجة. البنات راه الموديلات اللي كتبغيوهم وما كتلقاهمش راه كنحاولوا أننا نوفروهم، يعني دي فيديو إن شاء الله كل مرة كنجيب لكم شي حاجة اللي كتبغيوها من المز ديالو. رطيطب رطيطب رطيطب، عرفتي كي داير؟ طيح 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 طيح، صراحة كيبان شي حاجة هموية واعرة. أنا كانت كنلبس ديشا الآخرين قبل ما نلبس هاد، يعني قبل ما ندخل هادو المحل ويعجبوني ناخذ منهم، كتلبسهم ولكن جاوني هادو بوحدهم. علاش؟ حيت كيبانوا واعرين في اللبسه وما كيطيح ما كيطيح بقاوش يطيحوا لك يتزبقوا لك كيشتو، كيبانوا شي حاجه كلاس صراحه، يعني مقارنه مع ليش الاخرين كيبانوا هادو شي حاجه واعره. و 99 درهم فقط. دابا البنات غادي ندوزو لافاس قبل الاخيره باش نختارو جوج ديال الموديلات اخرين. وانا البنات غادي نختار صراحه، غنختار النواغ. كاين سوا هذاك النواغ كيبان ليا من ليها النواغ يعني كله، كاين سوا هذا النواغ هذا ديال هاد ليغميس، دونك نختار كنختار النواغ الاخر. غنحلو البنات ونوري لكم. ويا سلام يا البنات على النواغ اللي اختاريت كيفاش داير، لاحظ لا بغيونس فيه كيفاش دايره. وجوج ديال لي فاس وكاليتي واعره 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 البنات، لا مارك فن. شوفوا معايا شوفوا معايا البنات كيفاش داير التفاصيل ديالو كيفاش مخدوم، صراحه شي حاجه همويه شي حاجه مهيبه. والثمن ديالو 99 درهم فقط. شوفوا معايا البنات موديلات غايه في الاناقه. دابا الدور ديال اختي فاطمه الزهراء تختار ما بين هادو. لا دا عرفت كنجي لهاد لاكولوغ عاطيه كتبان البنات جديده ولاول مره غتدخل هاد لاكولوغ هادي. غادي نحلوها ونوريها لكم باش تشوفوا الموديل كيفاش داير. فوالا البنات شوفوا معايا، هادي طبعا كلهم مطبوعين، كلهم كيجيو مطبوعين. لاكولوغ البنات كتبان هائله، كتبان شي حاجه فنه. شوفوا حتى هي فيها واحد لابريونس ولا لا، عرفتي ما يمكنش واحد الملمس فيها تبارك الله ما شاء الله على جوج لي فاس، ملمس خطير. انا متاكده السيدات اللي كيعشقوا هاد تخيلي مثلا هاد لوشال هذا مع داك لوساك ايرميس في هاد اللون، اي شي فن فن فن. شوفوا معايا شوفوا يا سلام يا سلام. ومحل شي اسيا 99 درهم فقط. صراحه ما سخيتش بهاد اللوينات وبهاد الموديلات الرائعين. حنا البنات غير كنختاروا، يعني راه كاينين بزاف ديال الموديلات، كنحاولوا انا نختار لكم بعض الموديلات باش تشوفوا ان شاء الله اللي يعجبكم فيهم. ومرحبا والف مرحبا. ودابا البنات غندوزوا لاخر صف معانا، واخا ما سخيناش بهاد الفقره هادي داز زوينه. وانا صراحه غنختار هاد لوباج هذا ديال هاد لاماك، هادي صراحه عجبني كيبان زوين. وانا كيعجبني البيج، وفي حتى داك الديزاين اللي قلت لكم في الجنب اللي كيبان واعر البنات في اللبسه. شوفوا انتما باش ما نطولش عليكم الهضره، شوفوا الموديل كيفاش كيجي صراحه فني ون هكا. واو شوفوا يا سلام. ومع هذا اللي قلت لكم في الجنب كيبان زوين ولا كاليتي ورطيطب ما شاء الله، ما كيزمط ما والو ديال الخيط، كاليتي فنه. و 99 درهم فقط موديلات البنات واعرين. اختي فاطمه الزهراء غتختار لكم اخر موديل في اخر صف معنا والاخر مبخر، واين موديل غتختاري فيه؟ هذا. اوه يا سلام كيبان زوين. فوالا شوفوا لكم البنات الموديل، اخر موديل في الفليشال، غير فليشال ديال الخيط الاخر مبخر. شوفوا معايا البنات، صراحه تبارك الله عليك عندك الطاق. هذا كيشبه الكاب اللي عندك ياك، كيشبه الكاب ديالك. اوه ما شاء الله ما شاء الله، واعر واعر صراحه واعر. التيسيو ديالو واعر، جوج ديال لي فاس، لافاس هذه كتجيب بالنواغ غالب عليها النواغ، وهاد لافاس اللي من هنايا كلشي مطبوع كلشي كاليتي زوينه. ولافاس الاخرى كتجيب بالكري، لا كاليتي الاولى مطبوع شي حاجه هماويه. و 99 درهم فقط البنات. البنات هادو كانوا غير لي شوا
كنذكر لي شوا ديالنا حنا يعني الاختيارات ديالنا اللي يعني اللي رسائلنا عجبونا يعني اللي في كل صف يعني باش هكا نديروا لكم جوله على لي شال ديال الخيط اللي دخلوا. سينو راه كاينين بزاف ديال لي موديل اللي دخلوا، كاين هذا الموديل هذا كلهم زوينين وكلهم لا كاليتي الاولى، باش ما يبقاش في الموديلات الحال. الام كا ها نتوما راه كاين في النوار، ها نتوما الناس غنحاول انا نوري لكم واحد بواحد. الام كا هذا النوار ديالو اللي وريتكم في اللي وريتكم في في المارون قبيله، ها لي غميس ها النوار ديالو. كاين هذا الموديل هذا في غوتشي حتى هو، كاين فيه حتى هذا البرونز هذا داير في البيج برونز، كاين هذا ديور هذا في الكحل، ها نتوما البنات. كاين هذا في البيض شانيل، اول مره كيدخل المحل هذا الموديل. كاين هذا الغوز هذا، ها نتوما البنات. كاين ديور في الكري، كاين البنات هذا الشانيل هذا في البيج، شفتوا كاين هذا الام كا كاين في البيج، كاين تبارك الله الموديلات البربري في المارون، كاين الام كا في البلو مارين، وكاين حتى هاد الفاندي في الباش. كنتمنى ان لي زارتيكل يكونوا عجبوكم تبارك الله، وهذا الشيء كله لا كاليتي الاولى و99 درهم فقط في محل شي اسيا. ودابا البنات ما نخليكمش بلاش ونبارطاجيو معكم موديلات جداد اللي جاو في الدومي سوا. شوفوا لي اللوينات كيفاش دايرين والاناقه والجمال، 99 درهم فقط البنات، موديلات واعرين. ويلا دخلوا للمحل. ودابا البنات هذا الموديل هذا شوفوا لي الشياكه والاناقه، موديل غايه في الروعه و99 درهم فقط. كاين حتى هذا الموديل البنات، شوفوا معايا اللوينات ولي فلور ولي فلور واللوينات الفنين في محل شي اسيا، والشال ديال دومي سوا و99 درهم فقط. وواحد الموديل البنات جديد يلاه جا في البزيطماس اللي كيجيبوا البواط ديالهم ب99 درهم. انا عارفه السيدات كيحماقوا على هذا الموديل هذا، كيجي واعر مع لو كلاسيك ديال هذا لامارك، هادي كيجي خطير 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 معها. وكنذكركم البنات راه كاين في المحل موديل لو نوار ديالو اللي كتبغيو بزاف صراحه، مع البزيطيم ديالو كيفاش جا واعر 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 صراحه. وصويك بالبزيطيم ديالو يا البنات، جا واعر البزيطيم اللي كيجي بلا بواطه ديالو في هاد لا مارك هادي. ولو ساك فيه بزاف ديال لي موديل، فيه لا غارنيتور في الدوري وفيه حتى لو غاي لا غارنيتور في لارجونتي في الدوري. وقبل ما نسالي البنات كاين حتى اللوين اللي كيجي بالرزيق في هذا الموديل هذا في البزيطمات، لوين فن يلاه جا حتى هو موديل خطير، 99 درهم البواطه ديالو، شي حاجه فنه وراه فيه كميه جد محدوده. ودابا غادي ندوزو الجديد اللي جا في ليزيسبا، شي حاجه جات بميكتها جات جديده لمحل شي اسيا، ثلاثه ديال الموديلات غادي نبارطاجيو معكم البنات باش نقول لكم اين موديل اللي عجبنا، وانتوما بارطاجيو معنا حتى نتوما رايكم في التعليقات اين الموديل اللي عجبكم. ولا البنات هادو هما الموديلات بثلاثه، حنا دابا غنحلو نكتشفوا معكم اشنو كاين لداخل هاد الشي، يلاه جا اغيفا جديد. نبداو باول موديل نحلوه ونشوفوا الموديل كيفاش داير. يلا البنات هادو هما الموديلات بثلاثه، ودابا غادي نشوفوا الموديلات اللي زوينين باقي ما حليناهم. سسبنس شي حاجه يلا جات جديده للمحل غنكتشفوها حنا وياكم ان شاء الله. اول حاجه غنديروا سونداج بالنسبه لك اختي فاطمه زهره، شنو رايك اللي غيكونوا زوينين، موديلات اللي غيكونوا زوينين كثر؟ اختار هذا. اها غادي نختار هذا هذا وهذا. انا غنقول صراحه هذا حيت جا اون فاس معايا، نقول هذا وهذا. دونك غادي نشوفو نحلو نشوف فوالا كيف ما كتشوفو كلهم كيجيبو البواطات نحلو هادشي سسبنس. اوه هذا خسرتي انت. تبارك الله عليك، كونفيرس فنه 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 صراحه واعره. عرفتي لا ماتيغ ديالها كيفاش دايره؟ راه كتبان تبارك الله تبارك الله تبارك الله، كي دايره واعره صراحه تبارك الله عليك. عندك لو شوا، حنا غنخليهم في الاخر ونشوفوا شكون هما الزوين يعني من الواحد حتى لثلاثه. واعر الصراحه هذا الموديل الاول، هذا اختاريتي انت، غنشوف اللي اختاريت انا، هذا حيت جا اون فاس معايا نتمنى ما يخيبنيش. نحلوا الموديل. اوه هذه لاوس بيان سور كتكون هنايا. واو واعره. لا لا تقوليش ليا النوار، تقوليش ليا النوار. لا لا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. اي شوفي شوفي هنايا تبارك الله على الموديل كيفاش داير، ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا من هنايا تبارك الله صراحه واعر 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 تبارك الله، كي كيبان ما يمكنش، انكرويابل فن صراحه، عجبني 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 واعر. وهذا الشيء اختي فاطمه زهره كاين فيه لي بونتيغ من 36 ل 41، يعني يا البنات يعني البنات كلشي يلبس من 36 ل 41
كتديهم نجيبو الثالث. انتي اللي اختاريتي انا وياك اختارينا الثالث. عاد نشوفو الذوق ديالنا فين غيوصلنا الزهر ديالنا واش غيجيب لنا شي حاجه زوينه. اي واو هذا واعر اللي اختاريتي قبل صراحه واعر في الكري ديال الصراحه واعر الكري والبيض صراحه عجبني. اي جادوغ فن 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 شوفوا 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 فنيون تبارك الله. عرفتي لا ماتيغ من هنا كي دايره من التحت ما شاء الله متبوعين واعر واعر بالنسبه للكونفور بالنسبه للراحه. كيلبسوا لا بانتور ديالهم. دابا نجبدوهم ثلاثه ونشوفوا من واحد حتى ثلاثه. واو حلينا لكم بثلاثه البنات. يلا دابا غادي نقول لكم انا في رايي من واحد حتى ثلاثه وفاطمه الزهراء اختي فاطمه الزهراء هي غتقول لكم من واحد حتى ثلاثه. نقول انا الاولى يلا بحال بحال نقول لكم انا صراحه رايي انا عجبني انا اللي عجبني زعما الصوندال اللي زعما عجبني من الترتيب دونك صراحه غنختار النوار راك عارفاني عارفاني انا غنختار النوار هو الاول. تابعوا هذا جوج ثلاثه هو هذا صراحه انا ما عنديش مع هذا هكا كيعجبني هذا هذا لي كولور هذا رايي انت رقم واحد هذا رقم واحد انت رقم واحد هذا اي تبارك الله عليك انتيا عندك مع رقم جوج رقم ثلاثة. دابا هذا رايي ديال اختي فاطمة الزهراء هي عجبها هذا هو الاول الثاني هو هذا الثالث هو هذا انا عجبني هذا هو الاول هذا هو الثاني وهذا هو الثالث. اللي اتفقت معايا تكتب في التعاليق اسيا واللي اتفقت مع فاطمة الزهراء تكتب فاطمة الزهراء باش نشوفوا شكون هما زعما اين رايي اللي زوين. البنات هذه غير كانت غير باش غير باش هكا يدوز الفيديو هكا خفيف عليكم وما نتقلوش عليكم بزاف. كنتمنى يعجبكم لا فيديو هذا هو راينا حنا انتم خلونا رايكم في التعاليق بالنسبه لي بوانتور اللي كاينين فيهم من 36 ل 41 والثمن ديالهم سولد لا كاليتي الاولى في محل شي اسيا 380 درهم فقط. كنتمنى ان الموديل تكون نال الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم. كنتمنى نكون كنا خفاف ظراف على قلوبكم وما تقلناش عليكم. الا عجبكم الا عجبتكم السلعه ان شاء الله صيفطوا لينا في واتساب اولا جوا المحل وقيسوا لي بوانتور ديالكم ان شاء الله. مرحبا والف مرحبا. كنتمنى ان الفيديو تكون نال الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف كنقول لكم مع السلامه نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.